فالسؤال اللي عاوز أسأله، شو هي الآلهة اليوم في حياتك؟ ممكن عادة معينة، إدمان على شيء معين، ممكن على الجنس، على الشهوة، على الصور الخلاعية، ممكن يكون إدمان على الكلام الرديء النميمي، ممكن يكون عن الأفكار الشر اللي بتخرج من قلب الإنسان، إدمان على الكحول المسكر، إدمان على الأكل الطعام، إدمان على أي شيء اللي بيصبح إله في حياتك، اللي بيصبح أولوية. طبعا واحدة من الأمور الخطيرة هو المال، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، ولا يقدر أحد أن يخدم سيدين، إما بتعبد الله أو بتعبد المال، لكن ما فيك تخدم اثنين مع بعض. شو الأشياء اللي بتمنعك أو تحول إلى عدم التقدم، عدم تقدمك إلى معرفة الرب؟ شو اللي بيمنعك إنك إنه فعلا تكون مؤمن حقيقي بالمسيح؟ ليه ما بتقيم نفسك في ضوء كلمة الله؟ ليه ما بتصلي يا روح الرب تعال غيرني، تعال يعني ذكرني في شيء في داخلنا؟ مش مكتوب إن الروح القدس يذكر ويعين؟ لما منصلي باسم الرب يسوع المسيح، الروح القدس أكيد رح يعمل شيء فينا، رح يذكرنا.